نحن في الإدارة العامة للنشاطات الطلابية في وزارة التربية والتعليم تغمرنا الفرحة والسعادة لما رأيناه من مبادرات قدمتها الطالبات، مبادرات رائعة جدا تخلق شخصيات من هؤلاء الطالبات، تقوي ثقافتهم، تعزز انتمائهم الوطني. هذا شيء يرفع الرأس، ونحن ضمن سياسة النشطة التربوية يهمنا تعميق الوعي وتجذيره وارتباط الطالب بأرضه ومعرفة تاريخه. سعدت كثيرا عندما سمعت لمشروع مبادرة المرشدات السياحيات، تعرفنا وعرفنا عن الوطن بأفضل صورة، وكذلك الشركة الطلابية. شكرا لكل مقام على هذا هذه الفكرة الرائدة والرائعة، وشكرا للطالبات ومشرفاتهم. هذه المبادرات جاءت وتعقد لأول مرة في مديرية طول كرم ومحافظة طول كرم، جاءت لتلبي وتعالج احتياجات ومحاور وموضوعات حقيقية في مدارسنا. إذا نظرنا إلى هذه المبادرات، حقا لامست الواقع الإنساني والاقتصادي والاجتماعي والوطني أيضا والتربوي في مدارسنا. وهذه بالطبع رسالة شكر لزملائنا المعلمين والمعلمات، مديرو ومديرات المدارس، وطاقم قسم النشاطات في المديرية على متابعتهم.